السلام عليكم يا باشا. سلام ورحمة الله وبركاته. خير يا حربي؟ عايزني بحاجة؟ عايزك يا باشا بخصوص التريلا. تريلا؟ تريلا تي؟ تريلا بتاعت رشوم بيه اللي اتسرقت من كام يوم. ايوه. مالها؟ بس انا اعرف مكانها يا باشا واقدر اجيبها لكم. انت اللي سرقتها؟ استغفر الله العظيم يا باشا، استغفر الله العظيم. احنا لا حراميه يعني ولا قاطعين طرق ولا حاجه لا مؤاخذه، كل ما في الموضوع ان انا مجرد واسطه. انت عارف هي فين؟ بس اعرف اللي يعرف. هات من الاخر يا حربي. عايز كام؟ عيب يا باشا، انت راجل خيرك مغرقنا وعيب، انا ما اقعدش الايد اللي اتمدت لي ابدا. حربي قصر، هات من الاخر. عاوز كام؟ انا شخصيا مش عايز اي حاجه ليا، بس المعلمه انشراح يعني ليها قرشين كده واكلهم عليها رشوان بيه. رشوان بيه؟ انت ما تروح له وتكلمه، انا داخل ليه بالموال ده؟ يا عنتر بيه، يا عنتر بيه، انا عارف ان سعادتك ورشوان بيه شغالين مع بعض وصحاب، وانا يعني اشتغلت مع سعادتك وسعادتك اكرمتني اخر كرم، وما انساش يعني دقه المجدعه اللي عملتها معايا يوم ما استنيت عليا في فلوس الخرده لحد ما صرفها. انما رشوان ده انا ما اعرفوش لا مؤاخذه، واكيد شايط ومولع نار عشان يعني البضاعه اللي اتسرقت منه والتريلا وكده، وانا ما اعرفش رحت له هيتصرف معايا ازاي، وانا اصلي ببقى خول ايديا قوي ووحش ساعه الزعل. لكن سعادتك يعني لو اتكلمت معاه واتفاهمت معاه ممكن تجيب لنا الفلوس بتاعت المعلمه انشراح، وساعتها العربيه هتكون عندك في التو واللحظه. مش هي كانت جايه على هنا برضو؟ عايز كام؟ 23,000 جنيه ونص. ونص؟ ده مبلغ كبير مش صغير. العربيه باللي فيها يا باشا تساوي اكتر من كده بكتير، بس احنا يعني مش طماعين. هي العربيه فين دلوقتي؟ في الحفظ والصون يا باشا، سعادتك تجيب لنا الفلوس تلاقي العربيه عندك في غمضه عين. بس الموضوع ده مش سهل، محتاج شطواك. مفهوم يا باشا، مفهوم طبعا. سعادتك يعني هسيبك كده تشاور رشوان بيه وتتكلموا مع بعض، وهديك تليفون كده على اخر النهار، وربنا يسهل ان شاء الله باذننا بقى. كان عايز ايه الواد الرازل ده يا باشا؟ فين؟ اتصل بعزام بيه وقول لي جابني بعد ساعة ولا ساعة ونص عنده في الكباريه. عملت ايه؟ كل خير. هتصل بيه على اخر النهار اشوف وصل ليه. روح المعلمة انشراح. اللي عايزاني فيه؟ مش هي اللي عايزاك، الصحفية اللي اسمها أماني جت سألت عليك أنا ما لقيتكش، قالت تخش تستناك عند المعلمة جوه. وده عايز إيه ده رخ؟ أنا عارف لك يا أخويا، ما تروح تشوف. القضية بإذن الله. قول له على الله. وقبضية فين دلوقتي؟ يلا غرف الستين داهية، إلهي ربنا ما يرجعه. هو ايه اللي بينه وبين حربي بالظبط؟ لا دي حكايه قديمه، بسببها حربي دخل السجن. شوفي قعد قد ايه. السلام عليكم. كنت فين؟ كنت بقضي مصلحه كده معلمه. وخلصت؟ هتخلص على خير باذن الله. زين قال لي انك سالت عني، كنت عايزاني في حاجه. خير؟ عايز اتكلم معاك شويه. تتكلمي معايا في ايه لا مؤاخذه؟ يعني هسالك على كام حاجه كده. اخلص مع المعلمه وافضلك؟ طيب انا هستنى على القهوه لغايه لما تخلصي. باذن معلمه. هو الجدع ده ماله؟ على طول مكشر كده؟ لا ما يغركيش تكشيرته ومنظره. حربي ده طيب وجدع وظهره سند. راجل زي البرلنت. ولا كيمو، فنجان قهوة يا قادر الدماغ. كنت عايزة منك ايه؟ عايزة تدردش. نعم يا اخويا. والله يا سيدي ده اللي قالته، عايزة تدردش. الله. بقول لك يا حربي، سيبك بقى من الكلام العكس ده وخلينا في المفيد. انت تعرف بيت دنيا مش كده؟ انت عايز علوان دنيا فين؟ يعني يا اخي اصلها لا جت امبارح ولا النهارده. الواجب برضو ان احنا نسال عليها. تسال عليها ولا على اللي معاها يا حنين؟ يا عم حربي انت تفضل ماسكها على الواحده ولا ايه؟ خلاص يا عم زين اديك العنوان. القهوه المية مية اللي بتعدل الدماغ. ايه الحلاوه دي؟ يا ارض حروسي ما عليك. قول يا ذا كيمو لم نفسك. نلم. خلصتي مع المعلمه؟ فضيت لك. طب اتفضلي اقعدي.
لا هنا مش هينفع. ايه رايك لو رحنا مكان في وسط البلد؟ حلو حلو قوي الحجر ده. وماله وماله يا استاذه؟ معاك عربيه؟ لا مش مشكله، احنا معانا عربيه بس يعني محندقه كده بس تقدر تغرق. يلا يا زين اوصلك معايا. لا يا عم خلينا انا هنا، خليكم انتوا على راحتكم. يا عم احنا رايحين وسط البلد وانت مشوارك هناك، وبعدين الانسه اماني مش غريبه يعني. ولا انت عندك اعتراض يا استاذه؟ انا لا خالص. طيب يلا بينا. وانت تعرف حرب دي؟ جه مره الكباريه كان بيسال على دنيا. ايوه بيقول انه قريبها كان توسطنا عليه في شغلانه بده. بس ده واد رزل بيعمل مشاكل ودمه تقيل كده. ده واد مصحصح وملحلح، عارف ملحلح، هو اللي هيقدر يوصلنا اللي احنا عايزينه. انت متاكد من الجدع ده؟ وهيكدب عليا ليه؟ ما يمكن تكون نصباية وبيلعب عليك لعبة وهياخد الفلوس ويكت. يكت؟ طب عارف حكاية التريلا دي منين؟ ما حدش يعرفها غير احنا التلاتة ورجالتنا. طيب ما نجيبه نقرره ونعرف اخره ايه؟ احنا مش عايزين شوشرة. انت عارف الباشا الكبير ما بيحبش يوجع الراس. طب تفتكر الواد ده عارف اللي جوه العربية؟ لا. واخد العربية دي رهن يعني لحد ما الرشوان يرجع الفلوس للولية دي. ما طلبش حاجة زيادة يعني. كده كده لازم تتأكد من الجدع ده قبل ما تاخد معاه أي خطوة. أنا هسأل عليه الدنيا. بالمرة بقى يا ريت وأنت بتسألها تعزيها. عزيها في مين؟ أبوها. يا راجل يلا كلنا هنموت. على رأيك. المهم أنت اتصلت برشوان وبلغته بحكاية حرب دي؟ لا مش هتصل بيه، ده راجل متخور ممكن يخربط لنا الدنيا. كده ولا كده هنقابله بالليل في العوامة، أبقى أقول له. الله، أنت ناوي على إيه بالظبط؟ أنا وأنت نكلم رشوان يكتب شيك بفلوس الولية دي. حرب يجيب العربية ياخد الشيك وبكده الحكاية تنتهي. وإيه؟ على يدنا إحنا التنين. وقتها الباشا يعرف مين فينا اللي بيخاف على مصالحه وبيخاف عليه، ومين فينا اللي ماشي الكعبل ورجليه تخبط في بعضيها، وهيودينا في 60 داهية وفي دقيقة واحدة. هو ده البيت، الدور الثاني الشقة اللي في الوش. بقول لك ايه، استناني فوق لغاية اما ارجع، انا نصاية ولا ساعة بالكتير وهكون عندك. زين؟ ازيك يا دعاء؟ ازيك يا زين؟ في ايه؟ حصل حاجة في الحتة تانية ولا ايه؟ لا مفيش حاجة حصلت. اصلا انا لقيتكم يعني بقالكم يومين ما جيتوش الحتة من ساعة عم رزق الله يرحمه يعني. قلت اجي اطمن بس يعني. تمام طيب. اتفضل يا زين، واقف ليه؟ اتفضل. دي اتفضل. امال هي دنيا فين؟ الدنيا مريحة جوا شوية، تحب أصحها لك؟ لا خليها هي على راحتها، خليها على راحتها هي. طب ادخل اقعد، ادخل. ماشي. وأنت ازيك كده وزي الحتة زي أبويا وزي مرات أبويا؟ أبوكي الحمد لله بخير. بس طبعًا يعني موضوع عم رزق ده أثر فيه شوية. ومرات ابوكي برضه عايشه يعني، عماله تناكف فيه شويه وناكف فيها شويه. اما بقى موضوع اهل الحته ده فنحمد ربنا من ساعه ابضاي ما غار من الحته وهي زي الفل، مفيش خناقه ومفيش قلق. الحمد لله انه غار في داهيه. ياه يقطعني. ايه؟ نسيت اسالك تشرب ايه يا زين؟ لا ما ملوش لزوم، مش عايز اشرب حاجه. لا ازاي يا زين؟ ده انت اول مره تجيلنا هنا ولازم نضيفك. ده انت اللي عايز كمان نغديك هنغديك. قولي تشرب ايه؟ قهوة ولا شاي من بتاع الواد كيمو؟ خلاص يبقى شاي، بس مش من بتاع كيمو، من غير سكر يعني، كفاية ان انت اللي هتعمليه. أنا يا زين، عن اذنك.
خدمة تانية؟ شكرا، ألف شكر. نبدأ؟ اه اتفضلي يا أستاذة. يلا بينا. قولي بقى، إيه حكايتك مع الجدع اللي اسمه أبو ضاي؟ حكايتي إيه؟ صوتي كده كويس يا أستاذة ولا أقرب شوية كمان؟ تمام يا حبيبي، خليك على راحتك. ماشي. الحكاية اللي بسببها دخلت السجن. مين قالك الكلام ده؟ المعلمة انشراح. قالت لي إن هو اللي كان السبب في دخولك السجن. هو إيه اللي حصل بينكم؟ أبداً يا أستاذة. دي حكاية خايبة. عورته في وشه بقرن غزالة أيام زمان. وبسببه دخلت السجن. ومن يوميها بقى هو مستعصبني. وإيه كان السبب؟ واحدة ست؟ أيوه. حلوة؟ أوي. ويا ترى بقى بنت عم رزق الله يرحمه؟ ولا بنت عم نوفل؟ ايه ده يا استاذه، انت عارفه الحته كلها ولا ايه؟ شغلتي يا حد. ها مين هي؟ دنيا ولا دعاء؟ لا دي ولا دي، واحده احلى منهم بكتير. كنت بتحبها؟ جدا. مين هي؟ ام الله يرحمها. انا اسفه. لا اسفه على ايه يعني يا استاذه، ده شغلك يعني زي ما بتقول. هو ايه اللي حصل بالظبط يا حربي؟ انا ابويا مات وانا عندي 6 سنين. امي الله يرحمها هي اللي ربتني وعلمتني. كانت بتشتغل بقى خضار في الحته عشان نقدر نعيش يعني وكده. وفي يوم من الايام ابو ضايا رمى بلا عليها دم فار. ما قدرتش اشوف امي وهي بتتبهدل قدامي. امي ماتت وانا في السجن. الله يرحمها. البقاء لله. البقاء لله. كان نفسي اشوفها قوي. طيب يا استاذه، في حاجه تانية يعني عايزه تعرفيها؟ ازاي بقى اتعرفت على بركه وزين؟ أنا وبركة وزين كنا مع بعض في المدرسة. الواد بركة ما قدرش يكمل بعد الابتدائية، كده من قصرها. زين بقى قاعد يعافر شوية كده لغاية ما خلص الإعدادية. بعد كده اشتغلوا الاتنين مع بعض في لم الخردة. كانوا يسرحوا يلم الخردة ويبيعوها للمعلمة انشراح. وأنا يعني كنت بساعدها. والدراسة سبتها؟ لا يا أستاذة، أنا خلصت الثانوية العامة ودخلت كلية الحقوق كمان. كلية الحقوق؟ آه كلية الحقوق. كنت ماشي فيها كويس جدا وعالي العالي. كان نفسي اطلع محامي كبير ولا قاضي. بس في سنه ثالثه بقى حصل اللي حصل. طبعا يعني ما قدرتش اشوفهم. انت حكايتك غريبه قوي يا حربي. ولا غريبه ولا حاجه يا استاذه. لو دورت كويس في البلد هتلاقي حكايات كتيره قوي زي حكايتي كده. عارفه يا استاذه، كان في لعبة زمان بنلعبها كده اسمها كيكة على العالي، معرفش يعني حضرتك تسمع عنها ولا لا. كنا نجري ورا بعض واللي يلاقي حتة عالية كده لما مؤاخذة يقوم ايه ينط فوقيها. ساعتها ما حدش يقدر يقرب له أو يمسه بأي حاجة. وأنا بقى طول عمري بدور على العالي ده اللي أوصل له ومحدش يقدر يقرب لي أو يمسني. بس دي لعبة يا حرب، والدنيا بتاعتنا ما فيهاش مكان للعب. طب يا استاذه اتاخرت بقى معلش يعني على الواد زين، فلو هوصل حضرتك في اي مطرح كده في الطريق يعني. لسه في كلام بينا. ماشي يا استاذه، يعني ان شاء الله نبقى نكمله بعدين يعني. ماشي. يعني انت متاكده ان انت مش شغاله معاه في الكباريه؟ لا مش شغاله معاه في الكباريه، أنا شغالة في مستشفى في وردية بالليل. وبعدين أنا قاعدة مع دنيا بس هنا عشان أهرب من مرات أبويا وقرفها بس. المهم إن أنت مش شغالة مع دنيا في الكباريه. مش شغالة معاها يا زين، أنا مش فاهمة أنت مش مصدقني ليه على فكرة. لا مصدقك يا دعاء، في إيه؟ أنا بس بس إيه؟ بصراحة أنا خايف عليك يا دعاء، رجلك تتزحلق كده ولا كده في حتة وحشة. خايف عليا يا زين؟ طبعا لازم اخاف عليك يعني،
ايه هو انت مش متربيه معايا ولاد حته واحده برضو يعني ولا ايه؟ انت ما تعرفيش غلطتك عندي قد ايه يا دعاء. ولا انت يا زين ولا انت كمان تعرف غلطتك عندي قد ايه. برشلونه بالذهب؟ مش ده اللي من فتره رجالته اتشكلوا مع انشراح وحربي وزين طردوهم من المستودع؟ مظبوط يا فندم. طب وايه لم الشامي على المغربي؟ ايه اللي ودى قبضايا الرشوان؟ اكيد بيدبروا الحاجه سوا. واكيد الحاجه دي طبعا هتبقى ضد انشراح وحربي وزين لان هما اللي هزقوهم في المنطقه. مظبوط يا فندم. خلي الرجاله تكثف مراقبتها الايام اللي جايه دي، محدش ضامن ايه اللي ممكن يحصل. هو حضرتك ماشي دلوقتي؟ اه يا سيدي، اصل مراتي بتجهز لعيد ميلاد ابني حمزه الاسبوع اللي جاي. وانا بقى مضطر اروح اجيبه من المدرسه. انت محتاجني في حاجه؟ لا ما استغناش يا فندم. بس هو في ايه؟ بخصوص الموضوع اللي كلمت سعادتك فيه ب... لا هو انا الحقيقه لسه ما اتكلمتش معاها. انت عارف يعني البنات بيبقوا مش عايزين صربعه في المواضيع اللي زي دي، مش كده ولا ايه؟ مظبوط يا فندم. طيب لو احتجتني في حاجه ابقى كلمني في البيت. مع السلامه يا اكرم بيه. مع السلامه. في الشغل هستناك تكلمني عشان نكمل كلامنا. ان شاء الله يا استاذ. ما تتاخرش عليا. حاضر. مع السلامه. مع السلامه. مش دي تالت يا اماني؟ مين اللي معايا ده؟ مين اللي كان بيوصلك بالعربيه لحد البيت؟ ايه ده يا اخي؟ انت بتراقبني ولا ايه؟ انا ما بهزرش. مين اللي كان بيوصلك بالعربيه؟ ده حربي. حربي؟ وصلت بيكي السفاله انك تخلي حربي يوصلك لغايه البيت؟ انت ليه بتزعق دلوقتي؟ هو انا عملت ايه غلط؟ ايه يا جماعه؟ هو في ايه بالظبط؟ الهانم كانت راكبه عربيه مع واحد بلطجي اسمه حربي بيوصلها لغايه البيت. انت ازاي تسمحي لنفسك انك تركبي عربيه مع واحد غريب ما تعرفوش؟ طب ما انا كل يوم بركب مع سواق تاكسي غريب، هو انا يعني كنت بعرفه قبل ما اركب معاه؟ اوه اوه بطلي لمضه بقى. خلاص. بقول لك ايه يا مان؟ الكلام اللي بيقوله اخوك ده مظبوط؟ ايوه يا بابا. واحد وكنت بعمل معاه حوار للجورنال، وبعد ما خلصنا عرض يوصلني، ايه الغلط في كده؟ انا لا مصاحباه ولا ماشي معايا اكرم. خلاص يا اكرم، الموضوع ما يستاهلش. ما يستاهلش؟ قلت خلاص يا اكرم. عن إذنك. ما تزعليش من أخوك يا أماني. يا بابا أكرم بيعملني كأني عيلة صغيرة. أنت هتفضلي بالنسبة له أخته الصغيرة اللي بيخاف عليها ويراها. أكرم بيحبك يا أماني. يا بابا والله أنا كمان بحبه قوي، بس الطريقة اللي بيعملني بيها غلط. وده جديد عليه يعني؟ المهم قولي لي مين حاربي الآن. ده واحد ساكن في المنطقة اللي حصلت فيها جريمة القتل بتاعت السايس. بس اللي شفته يا بابا إنسان شجاع شهم، بطل حقيقي، هو الوحيد اللي اتصدر للبلطجي اللي هناك. واضح إنك معجبة باللي اسمه حربي ده. لأنه يستاهل يا بابا، بس مش عارفة ليه أكرم حطه في دماغه. أكرم يا بنتي ضابط شرطة، مهمته تنفيذ القانون، بس مشكلته إنه بينفذ نص القانون مش روح القانون. مع الوقت هيعرف الفرق بين نص القانون وروح القانون. أما بالنسبة لك أنت يا أمان يا بنتي فأنت صحفية. الصحفي لازم يكون موضوعي في تقييمه للأمور. وأنا واثق فيك يا أماني. وعارف إنك مش هتخلي مشاعرك تتحكم فيك وفي شغلك. عندك حق يا بابا. طب يلا حبيبتي. يلا صالح أخوكي وجهزي لنا لقمة عشان أنا ميت من الجوع. يلا حاضر.
عامله ايه دنيا؟ الحمد لله يا حربي، الحمد لله. انا بس كنت عايزه اشكرك انت وزين على الوقفه اللي وقفتوها معايا يوم الدفن. تشكريني على ايه بس؟ هو عم رزق ده كان ابوكي لوحدك؟ ده كان ابونا احنا كمان، وزي ما كان غالي عندك كان غالي عندنا. بس نعمل ايه بقى، هي الدنيا كده، كلنا بنوصل بعض وكل واحد وليه يوم، وهي فتره وتعدي يا بنت الناس. ايوه يا حربي صح. اه والله دي قطع الزادي عيني يا حبيبتي، ومغلباني معاها، لا عايزه تاكل ولا عايزه تشرب لحد ما هتسقط من طولها. ليه بس كده يا دنيا؟ محدش بيموت ورا حد، وعلى راي المثل الحي يبقى من الميت. ايوه قول لها صدقت والله يا حربي صدقت، اسمعي منه يا بنت وتعلمي. ان شاء الله يا حربي ان شاء الله. وانت بقى دعاء مش ناويه ترجعي الحته؟ هرجع طبعا، هرجع ان شاء الله، بس مش هطمن يعني كده على دنيا، ولا انت عايزني اسيبها في الظروف اللي هي فيها دي؟ طب نستأذن احنا بقى، ولو احتاجتوا اي حاجه بتصلوا بينا. مع السلامه يا حبيبي. مع السلامه يا دنيا. انا ان شاء الله كل يوم التاني كده ابقى اجي اشقر عليكم. ان شاء الله. عايز تنورك يا زين. كنت انزل بقول لك يا دنيا، عايز رقم عنتر. عايز رقم في ايه؟ عايزه في مصلحه كده. مصلحه؟ يعني هو ده اللي جابك دلوقتي يا حربي؟ اقصى عليك يا دنيا، ما تعرفيش غرابتك عندي. عارف يا حربي عارفه، ربنا يديم المعروف. هات الموبايل احط لك الرقم عليه. حاجة ولا ايه؟ لا ده تلاقيه بياخد رقم حد معرفة ولا حاجة. دعاء، لو ليه العز عندك ولا غلاوة خد بالك من نفسك. حاضر يا زين. يلا بينا زين. اه يلا. سلامة دعاء. سلامة يا دولي. على روحي يا حبيبي. سلامة. مع السلامة يا زين. جدع قوي زي حربي. حربي حربي كمان جدع قوي، الاثنين رجاله بصراحه. يسلموا. علينا يا بنت الحركات دي. بقول لك يا بنت يا دواي، انت حكايتك مع الواد زين حكايه ايه دول؟ يعني شفاكي كده مشغوله بيه، مهتمه بيه قوي، ده من ساعه ما جه وانت ورك 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 ما سكتيش. اوعي تكوني يا بنت بتحبيه. انا؟ امال انا؟ بصي يا دنيا، انا هقول لك نفس الكلام اللي انت قلتيه لي لما سالتك انت بتحبي حربي ولا لا. انا اللي بيني وبين زين ده زي ما تقولي كده ود، عشره، من واحنا عيال صغيره يعني. وانا الصراحه كمان بستجدعه لانه وقف جنبي كتير قوي، لكن حكايه الحب دي انا ما فكرتش فيها قبل كده. يمكن لان الدنيا شغله كل واحد فينا بهمه، واخده كل واحد مننا في طريق. عارفة يا بنتي يا دنيا، يمكن كده لو رسيت على بر وعرفت طريقي فين، ساعتها أفكر اللي جوايا ده حب ولا حاجة تانية. لكن دلوقتي صعب قوي. فهماكي يا أختي فهماكي. ردي كده على الموبايل شوفي مين. ألو. أيوة نقول لها مين؟ طب هاتي هاتي. الو، ازيك يا عنتر؟ ايه الخبر اللي انا سمعته من عزام ده؟ حقيقة ابوك توفى؟ ايوه يا عنتر ايوه. البقية في حياتك، شد حالك. متشكرة قوي، ربنا يخليك لي يا رب. انا كان نفسي اجيلك بنفسي اعزيكي، لكن انت عارفة الشغل، الشغل ما بيرحمش. كان نفسي اكون جنبك. يا جوافة قلبي. عارفة عارفة يا عنتر، ربنا ما يحرمنيش منك أبدا. قولي لي أنت عاملة إيه؟ مش محتاجة حاجة؟ كتر خيرك. لا الحمد لله. بقول لك إيه يا دنيا؟ كان في حاجة يعني كده عايز أسألك عليها، ممكن؟ أنا تحت أمرك يا بيبي. خير؟ الجدل قريبك دي اللي بتقول عليه قريبك دي، يعني اللي اسمه حربي. حربي؟ ماله؟ يعني كنت عايز اشتغله معايا كده في شغلانه، وكنت بسال يعني هو جدع وراجل واعتمد عليه؟ لا ده حربي ده اجدع واحد شفته في حياتي، ده اي شغلانه تديها له هينفذها لك ولو على رقبته. واضح ان انت بتعزيه قوي قوي. ما هو عشان جدع وشهم وعشره عمري بصراحه يا بيبي. اكده الواحد اطمن. قولي لي يا دنيا، هنشوفك امتى يعني؟ هو كام يوم كده وانزل الشغل ونتقابل ان شاء الله.
شد حيلك وربنا يجي على اخر الاحزان. متشكره، ربنا يخليك لي يا اخوي. سلام. الواد حربي طلع سليم يا باشا؟ طلع سليم يا مفيد، طلع سليم. يبقى لفت لفت ووقعت في حجرنا يا باشا. ايه اللي لفت لفت؟ تقصد ايه؟ قصدي الخير اللي بتعمله هيعود لك يا باشا، علشان كده اللي حصل ده لازم يوصل لعدل بيه، علشان يعرف ان لولا سمعتك الطيبه وحب الناس ليك ما خلتش البضاعه رجعت، وكان زمان الدنيا دلوقتي بزربيت. ده يا مفيد يبقى كسبت بونت عالي عند الباشا الكبير. عدل بيه، عدل بيه، مبروك، عرفنا مكان العربية. يا رب سبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. عم كيمو، عم كيمو، عايز ايه يا؟ في ناس مستنياك بره على الناصية. ناس مين يا؟ قالوا لي ما اقولكش. اهلا يا كيمو. يا دورم صباح الفل، في ايه؟ امشي معانا من سكات، مش عايزين شوشره. امشي معاكم فين يا جدعان؟ يا كوتش واحد الله، امشي بطل لماضه. النار النار بقى. لا امشي يا، وقف هنا يا، وقف. وحشتني. تخيلك كيمو انت وحشتني. أقول لك على سر يا كيمو محدش يعرفه لا أنا ولا أنت. خير خير يا معلم، خير. أنا مستقبلي ضاع يا كيمو، لكن معلش يصير الحياة يتلاقى وترجع ريما لعادتها القديمة. اسمع يا كيمو، اللي يقف قصادي بيصحي الشيطان اللي جوايا، اللي بيبقى معايا ويساعدني بينيمه نونة. انت ايه؟ نونة. نونة ها؟ نونة. تمام، اسمعني يا كويس، عايزك كده تصحصح ودانك وتفتح مخك. الكلام اللي اقوله لك ده تنفذه بالحرف الواحد. هايل قوي يا حرب اللي حصل ده، فاضل نكلم عنتر بيه ونعرف رده. ما انا اتفقت معاه ان انا هكلمه على اخر النهار. طب مستني ايه؟ ما اتكلمت. سلام، نكلمه. استنى يا مفيد، اكيد هو. الو حربي، مع سعادتك عنتر باشا. اهلا يا حربي. بقول لك، يا ترى في اخبار حلوه ولا؟ لا اخبار حلوه ان شاء الله. ها، تقدر تجيب العربية امتى؟ فلوس المعلمة جاهزة؟ جاهزة ومعاي. يبقى على البركة، الليلة على نص الليل هجيب لك العربية باللي فيها لحد المخازن عندك، أسلمك واستلم على طول. وأنا مستنيك. عنتر بيه، مفيش من غدر. أيوة يا حربي، أنا اديتك كلمة رجالة. ماشي يا باشا، وأنت كلمتك عندي بالدنيا واللي فيها. على نص الليل نتقابل إن شاء الله. وأنا مستنيك يا أخوي. مع السلامة، مع السلامة يا حربي. كده سعادتك طلعت البريمو، نجاب له الليل عزام وسر شوام في العوامه، ها؟ ونقول لهم الاخبار الحلوه دي. ايوه، الحكايه كده ماشيه زي ما احنا نخطط لها بالظبط. ايوه، بس اللي فات ده كله كوم، واللي جاي كوم تاني خالص. ابو صلاح، انت مالي ايدك من اسم عنتر ده حربي؟ امانه زين. ما تقلقش يا زين، كل حاجه معمول حسابها. المهم انتوا تتفضلوا دلوقتي تروحوا تجيبوا بركه، وما تنسوش تعدوا عليا وانتوا رايحين المخزن. رايحة فين يا هانم؟ عندي شغل. عندك شغل ولا رايحة حتة تانية؟ لو عاوز تتأكد تعالى وصلني. مع السلامة أنت يا أماني، بس ما تتأخريش. حاضر يا بابا. ما هو ملحق أصلي العصر قبل المغرب ما يبدأ. حمزة، ادخل ذاكر جوه.
قادر اجيبه يذاكر. لا ادخل ذاكر جوه، يلا اسمع الكلام. ايه اكرم مالك في ايه؟ اماني دي خلاص هتجنني. اختك دي بنت راسيه وعاقله وما تخافش عليها، انت اللي بقالك يومين عصبي قوي. مهم كلمتيها في موضوع رؤوف؟ كلمتها. ها قالت لك ايه؟ قالت لي هتفكر وترد عليا. يعني ايه تفكر؟ هي دي حاجه محتاجه تفكير. ما هو كمان مش معقوله ترد على طول كده، شكلها كانها مدلوقه عليه. يعني انا دلوقتي ارد على رؤوف اقول له ايه؟ قول له يصبر شويه ويطمن. اسمعي يا منى، انا ما بحبش الدلع المرق ده، انا احب احسم الامور في ساعتها. اكرم يا حبيبي طول بالك شويه عليه، دي اختك الوحيده وملهاش غيرك. حاضر حاضر يا منى، هطول بالي لما اشوف اخرتها ايه مع الست اماني دي. الو. ايه يا اكرم بيه، انا كيمو. ايه كيمو في جديد؟ ايه يا باشا، المعلم ابضايا ظهر من تاني. لا 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 اصبر بقى واحكي لي كل حاجه بالتفصيل. ها نفذ كل اللي يقول لك عليه، وقبل ما تبلغه باخبار حربي وزين تبلغني انا الاول، فاهم؟ عمرك يا باشا. سلام. المعلمة انشراح قامت تنادي البركة. لا بس ما تقعدش تتنحنح معاها واليوم يعدي مننا، احنا عندنا شغل كتير الليلة. جرى يا عم الزين، انت فاكرني احنا زيك يا بتاع دعاء انت يا حنين؟ خلاص يا عم في ايه، انت هتسيح لي ولا ايه؟ انت ما حدش عارف يغلبك في الكلام. طب يلا اتكل على الله. ولا بركة. ازيك يا معلم؟ وصلتوا ليه؟ هنسلم العربية الليلة وفلوسك هترجع لك على دار مليك. أنا قلبي مش مطمن، ما كانش في حل تاني؟ هو ده الحل الوحيد، وإلا العربية بالبضاعة هيبقوا زي البيت الوقف، وكأنك يا أبو زيد مغازيت. بس رشوان ده قلبه أسود وأنا عارفاه وبتعامل معاه من زمان، مش هيسكت هيرد. ولا هيقدر يعمل حاجة، بعد ما عرف إنك عظمة ناشفة وتقدري تديله القلم قلمين. أنا مش خايفة على نفسي، أنا بتعامل معاه من زمان وهرشاه وهرشني. أنا خايفة عليك أنت يا حربي. ما تخافيش عليا يا معلمة، عمري الشقي باقي. يعني تفتكر ياخد حاجته واخد فلوسي والموضوع يخلص، ولا هنفتح 100 باب؟ هو ده بالظبط اللي هيحصل، ويا دار ما دخلك شر، وبكره تشوفي. احتياطي، خد بالك من نفسك كويس قوي اليومين دول، انت والواد زين. خدوا بالكم من غدر رشوان، الراجل ده تعبان عرصته والقبر. ماشي يا معلمه، بس ما تشيلش هم انت بس. حربي احنا جاهزين. وانا كمان جاهز بالاذن يا معلمه. حربي امور يا معلمه. اول ما تخلص المصلحه كلمني عشان اطمن عليك. اكلمك ده ايه؟ ده انا هاجيلك بنفسي وهنسهر سهره صباحي ونعمل احلى قلق. هستناك. ده ايه المكان الغريب ده يا حرب؟ ده احسن مكان تخبي فيه اي حاجه مش عايز حد يعرف لها طريق. ادكم معايا رجاله. عاش يا بركه يا وحش. هي دي بقى عربيه الحديد يا حربي؟ هي يا ابو صلاح، ايه رايك؟ ده باين حاجه فخمه قوي. طب امال فين البضاعه؟ بركه مخبيه بمعرفته في حته ولا الجن لزق يعرف لها طريق. هايل. المهم دلوقتي نراجع اللي اتفقنا عليه علشان مش عايزين ولا غلطه. واللعبه خلصت.